بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثاني عشر في درس اليوم، وعنوان هذا الدرس التردد والزمن الدوري والتردد الزاوي في الحركة الاهتزازية. أهداف هذا الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يكون قادرا على أن يذكر العلاقة الرياضية بين التردد والزمن الدوري بشكل صحيح، يفسر مفهوم التردد الزاوي بدقة، ويقارن بين مفهومي التردد والتردد الزاوي بشكل صحيح، ويطبق العلاقات الرياضية للتردد بأنواعه في حل أسئلة متنوعة. درسنا عزيزي الطالب في الوحدة الأولى مفهوم التردد في الحركة الدائرية. في المثال هنا لدينا حجر مربوط بخيط ويدور 10 دورات خلال ثانية واحدة، ما هو التردد؟ نعم أحسنتم، 10 هيرتز أو 10 دورات لكل ثانية. كما أننا درسنا بأن الدورة الواحدة هي عبارة عن 2 باي راديان، كم راديان يقطع هذا الحجر خلال ثانية واحدة؟ أحسنتم، 20 باي راديان لكل ثانية. ما الفرق في التعبير بين دوران الجسم بدورة لكل ثانية وراديان لكل ثانية؟ وما العلاقة بينهما؟ هذا إن شاء الله ما سوف نتعرف عليه في درس هذا اليوم عن مفهوم التردد والتردد الزاوي. سوف نقوم الآن بتعريف بعض المفاهيم الأساسية في الحركة الدائرية والحركة الاهتزازية. فالدورة تعني اهتزازة كاملة، أما التردد فقد كان في الحركة الدائرية عدد الدورات في كل ثانية، أما هنا فهو عدد الاهتزازات لكل ثانية، ويقاس بوحدة دورة لكل ثانية أو هيرتز كما مر معنا، ويعطى بالعلاقة F equal N over T، حيث N هنا عدد الاهتزازات وT هو الزمن. أما الزمن الدوري وهو زمن الدورة كاملة أو زمن الاهتزازة الكاملة، ويقاس بوحدة الثانية T تساوي T over N. وكما مر معنا أعزائي الطلبة بأن التردد هو مقلوب الزمن الدوري، وكذلك الزمن الدوري هو مقلوب التردد، أي F equal 1 over T، حيث F هو التردد و T capital هو الزمن الدوري، وأن هنا عدد الاهتزازات و T الزمن. الرسم البياني للموقع مع الزمن في الحركة الاهتزازية: لدينا نظام مهتز يتكون من كتلة ونابض ويهتز للأعلى والأسفل. لاحظ هنا عزيز الطالب الرسم البياني للموقع مع الزمن لهذه الحركة. يوضح هذا الرسم البياني بأن الجسم بدأ الاهتزاز من أقصى إزاحة من عند 10 سنتيمتر، ثم بدأ بالاهتزاز. لاحظ هنا أن الجسم عاد إلى الموضع الذي بدأ منه، أي أن الحركة بين قمتين أو أي نقطتين متماثلتين على هذا المنحنى يعد دورة كاملة أو اهتزازة كاملة. فمن النقطة هذه إلى النقطة هذه اهتزازة كاملة، وكذلك من القمة إلى القمة اهتزازة كاملة، أو أي نقطتين متماثلتين على هذا المنحنى. فنلاحظ بين 4 و8 هنا اهتزازة واحدة كاملة، ويمكن حساب الزمن الدوري. نلاحظ من 4 إلى 8 إذن الزمن الدوري هو 4 ثواني، حيث أن الحركة تعيد نفسها كل 4 ثواني. فمن البداية إلى هنا 4 ثواني، ثم من هنا إلى هنا أيضا 4 ثواني،
ويتكرر هذا الأمر. أما التردد فهو مقلوب الزمن الدوري ويساوي ربع هيرتز. ما العلاقة بين التردد والزمن الدوري؟ كما تعلمون أعزائي الطلبة بأن التردد هو مقلوب الزمن الدوري، وكذلك الزمن الدوري هو مقلوب التردد، فكلما ازداد أحدهما قل الآخر، فإذا ازداد الزمن الدوري قل التردد والعكس بالعكس. فإذا لدينا حركة اهتزازية ترددها 10 دورة لكل ثانية أو 10 هيرتز، يكون الزمن الدوري 1/10 أي 0.1 سكند. وبالنسبة لحركة اهتزازية لدينا زمنها الدوري 2 ثانية، يكون ترددها 1/2 أي 0.5 هيرتز أو 0.5 دورة لكل ثانية. الحركات الاهتزازية عزيز الطالب تتواجد في حياتنا اليومية وبيئتنا المحيطة. فمثلا تردد نبضات قلب الإنسان يتراوح بين 1 هيرتز و 1.67 هيرتز، كما تردد الشريط المطاطي المهتز قد يصل إلى 50 هيرتز. التردد الزاوي ما هو إلا تردد، ولكن يعبر عنه بوحدات الطور 2 باي، حيث كما تعلمون بأن الدورة الواحدة تكافئ 2 باي، وكذلك الاهتزاز الواحد، ويقاس بوحدة راد لكل سكن. فإذا لدينا نظام مهتز تردده 1 هيرتز أو 1 دورة لكل ثانية، فيقابله تردد زاوي 2 باي راد بير سكند. أما العلاقة بين التردد والتردد الزاوي، أوميجا تساوي 2 باي اف وأوميجا تساوي 2 باي أوفر تي. ولا بد أنكم لاحظتم أعزائي الطلبة بأن التردد الزاوي في الحركة الاهتزازية يقابل السرعة الزاوية في الحركة الدائرية، والمقدار باي كما تعلمون ليس له وحدة، إذن تكون وحدة التردد الزاوي مثل وحدة التردد العادي، ويقاس بوحدة راد لكل سكند، وذلك للتذكير بالعامل 2 باي. الآن كيف نميز بين التردد والتردد الزاوي؟ في الشكل A تقوم الكتلة بإكمال دورة أو اهتزازة واحدة أي 2 باي في زمن مقداره 0.65، وعليه يكون التردد F equal 1/T ويساوي 1.54 هيرز، بينما التردد الزاوي أوميجا يساوي 2 باي F، ومنها أوميجا يساوي 9.67 راد بير سكند. بينما في الشكل B لدينا بندول يكمل اهتزازة كاملة أي 2 باي راد في زمن مقداره 0.7 سكند، فالتردد نعم أحسنتم 1/0.7، وتكون الإجابة 1.43 هيرز. أما التردد الزاوي أوميجا تساوي 2 باي F، ومنها أوميجا إيكوال 8.98 راد بير سكند. والآن أعزائي الطلبة سوف نقوم بحل بعض الأسئلة والتدريبات. مثال 1 صفحة 64 في الكتاب المدرسي، لدينا نابض يكمل اهتزازة واحدة كل 0.33 ثانية، ما هو تردد النابض؟ لدينا الزمن الدوري 0.33، نعم أحسنتم، وأف هو مقلوب الزمن الدوري، ومنها نجد أن التردد F equal 3 هيرتز. المثال الثاني صفحة 65 في الكتاب المدرسي، عندما تهتز أوتار الجيتار تعود إلى موضع اتزانها من أقصى إزاحة خلال 0.00227 سكند، احسب التردد
والتردد الزاوي لتلك الأوتار. لدينا هنا، لاحظ هنا عزيز الطالب، أن الجسم المهتز عاد من أقصى إزاحة إلى موضع اتزانه، إذن هنا ربع اهتزازة، فهذا الزمن هنا المعطى هو زمن ربع دورة أو ربع اهتزازة. إذن بما أن لدينا زمن ربع الاهتزازة، إذن الزمن الدوري نضرب بأربعة تي إيكوال 4 ضرب الزمن المعطى، ونجد أن الزمن الدوري لهذه الحركة 0.00908 سكند. أما التردد F إيكوال 1 أوفر تي، ونجد أن التردد 110 هيرتز. أما التردد الزاوي أحسنتم، أوميجا إيكوال 2 باي F، ونعوض 2 باي تايمز 110، ونجد أن التردد الزاوي 691 راد بير سكند. السؤال الثالث، صفحة 80 في الكتاب المدرسي. تهتز أرجوحة ذهابا وإيابا 21 مرة خلال 30 ثانية. المطلوب الأول الزمن الدوري، المطلوب الثاني تردد الحركة، والمطلوب الثالث التردد الزاوي. كما تعودنا أعزائي الطلبة نحدد المعطيات، لدينا عدد الاهتزازات ولدينا الزمن. أحسنتم، الزمن الدوري هو عبارة T over N، نعوض 30 over 21، ونجد أن الزمن الدوري 1.43 سكند. أما التردد فهو مقلوب الزمن الدوري F equal 1 over T، ونجد أن الإجابة 0.7 هيرتز. أما التردد الزاوي، نعم أحسنتم، أوميجا تساوي 2 باي F، ونعوض ونجد أن التردد الزاوي 4.4 راد بير سكند. السؤال التالي، في الرسم أدناه بندول بسيط يتحرك حركة توافقية بسيطة. إذا كان زمن التحرك من A إلى C يساوي 0.25 سكند، ما مقدار التردد الزاوي؟ هل هو 4 باي راد بير سكند، أم 2 باي، أم 1.5 باي، أم 1 باي؟ لاحظ هنا أن الحركة من A إلى C تمثل نصف اهتزازة، إذن الزمن المعطى لدينا هو زمن نصف اهتزازة، إذن الزمن الدوري equal T equal 2 times 0.25، ويكون الزمن الدوري 0.5 second. المطلوب التردد الزاوي أوميجا تساوي 2 باي over T، ونعوض 2 باي over 0.5، والإجابة 4 باي راد بير سكند. إذن الإجابة الأولى هي الإجابة الصحيحة. في السؤال التالي، لدينا كرة متصلة بنابض يتحرك حركة توافقية بسيطة، والشكل يوضح منحنى الإزاحة مع الزمن للنظام أولا الزمن الدوري للحركة، وثانيا تردد الحركة، وثالثا التردد الزاوي للحركة. لندرس الرسم البياني جيدا، حيث أن الرسم البياني يوضح لنا جميع هذه المعطيات. فنجد أن جسم المهتز بدأ من عند أقصى إزاحة من اليمين، أي إكس كانت موجبة من عند 4 سنتي، ثم بدأ بالاهتزاز فذهب إلى الجهة الأخرى 2-4، ثم عاد إلى نفس الموقع. إذن هذه اهتزازة كاملة، وزمن هذه الاهتزازة 2 سكند. كذلك هنا الاهتزازة الثانية، لاحظ هنا أيضا 2 سكند. إذن الزمن الدوري لهذه الحركة عبارة عن 2 سكند. التردد هنا كما تعلمون أحسنتم
هو مقلوب الزمن الدوري. إذا F equal 1 over T أي 1 over 2 ويساوي 0.5 هرتز. أما التردد الزاوي أوميجا تساوي 2 باي F، ونعوض ونجد أن أوميجا equal 2 باي times 0.5 والإجابة باي راد بير سكند. انتهى درس هذا اليوم. مع تمنياتي لكم أعزائي الطلبة بالتوفيق والنجاح، وسدد الله خطاكم، ونراكم بعون الله في درس قادم.